أكد وزير الخارجية سامح شكري انهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة ما يستدعي تحركا عاجلا لدخول المساعدات. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية مع نظرائه بالأردن وقطر والسعودية في جلسة حوارية حول تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب. شدد شكري على أن معبر رفح لم يغلق منذ بداية الأزمة ولم يكن نقطة لحصار الفلسطينيين، مؤكدا على أهمية حل الدولتين. نوقف الحرب العسكرية التي متواجدة في منطقة فلسطين، أيضا عدم وأن لا نقبل ما يحدث في منطقة غزة، نقص في الغذاء والماء والدواء، هذا شيء غير مقبول أبدا، هذا مخالف للإنسانية. إذن الانعكاسات التالية سواء كانت في منطقة رفح أو غيرها مغلقة أو مفتوحة، هذه المنطقة لم يتم إغلاقها من قبل ولم تكن جزءا من مجال الرغبات إنشاء أي نوع من أي أنواع الضرر لمنطقة غزة. هذه المنطقة هي يتم دعمها بالكامل تعليميا وطبيا للشعب الفلسطيني، ولكن لذلك هذا هو هدفنا الأساسي، أن يتم فتحها والاستفادة من جميع مرافقها الأساسية. الهدف الأساسي هنا هو التأثير المتواجد على المواطنين المدنيين، هو جانب أساسي محدد، وهذا ما حدث في 7 من شهر أكتوبر، وأنهم إسرائيل تستهدف هؤلاء المدنيين بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات.